الجمهور والله مليون مرحبا، صباحك الصباحي والورد والميلاحي، مرحبا مرحبتين مطرقة وشلابين، مرحبا بنور العين، مرحبا دبل ساعة ذهب صنق الحبل. مرحبا يا عسل يا عسول. Good morning. Good morning. I'm fine. What about you؟ إبراهيم الغالي الحبيب الفنان مازن صباحك. اقول صباحك يا اقول يا سعد حظها اللي بتصبح مشاهده هالوي. والله يا ابو سعد حظها، قبله وملح وخفطينه وادب وصلاه ودين وثقافه وبيزات. اللهم لك الحمد. شيء يا اخي عن شيء؟ لا ماشي 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 على الله يا جزاك الله الخير. حبيت الكعبه. وحبيت انت الكعبه بعد. شكرا. عفوا. محلاك محلاك. معقول ابراهيم؟ كاد الملح الدواء ابو محمد شو كاد الملح انت كاد الملح شو اسوي الدواء شو يخص الدواء يا ابراهيم؟ من ظهرنا وتخر وخر 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 والله والله من الدواء شو الدواء؟ ترى ينعس مكتوب فيه شو ينعس والله لو تشرب قلن دواء انت لا وين يبيك فيك يا رب قلن قلن؟ هي انا اشرب قلن قلن دواء ما تعرف شو القلن؟ العود فارجي تعال تعال بسك لندن لك بسك لندن تعال داخل الامارات تعال ابو احمد بتندحك بس عليك والله العظيم ما شاء الله عليك ها ما تزداد بالعافيه بالعافيه ابو احمد بالعافيه بالعافيه هني 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 بالعافيه ابو احمد عق ابويا عق في هالطوي من وين لعيبك كنت اكثر؟ هذه هاي وايد حلوه لا كلت انا ما يازت لي يرب ما بيرب كم بعق انا في بطني يك بس عليك بتنطر شو تطعام لفيت الدنيا كلها يا ابو احمد ابو احمد شو دراستك انت في الدكتوراه؟ اي انا ادرس في التاريخ الاقتصادي دراستي بتتكلم عن التجار البانيان ونشاط التجار في متى في اي قرن؟ في القرن العشرين تجارة شو؟ التجار البانيان ونشاط في عمان ايوه صباحك الله بالخير يا ابو محمد تحية لك من عمان يا ابو محمد حد يعني حد في الدنيا يسوي دكتوراه في تجارة البانيان بسألك يا ابو محمد يا ابو محمد الله نحترمك ونحبك يا ابو محمد والله يشهد ان نتابع كل سناب تنزلها لكن بس الله يخليك يا ابو محمد طلب خاص ورجاء خاص هذا المدربح لا طلع في سنابك مره ثانيه رجاء عدالي مرحبا بياسر مرحبا مرحبا بياسر عرفات انت ايش قاعد بعد شوف ثعالبهم والله يا ابو خليت ربوه شبعان ابوي شبعان الا صفارد الطيور متوات يصبح ويتريق متو ويتعشى بغبغاء اللي نحن ابوي ناخذهم باج الحكي ابوي هاي يتغداهن يتعشاهن يتريقهم عيش ابوي عيش ابوي عيش انت في هالحديقه عيش ابوي حر لا حد يثور عليه بسكتون ولا بمسجبه ولا يحبلول ولا شيات ولا يقول حق البط كم الخبر ولا يزعج ابويه اي شيء ابدا ماشي بسبحاني تو العربه تصوره شرق وغرب اي والله تحريت الكليب هنا قبل كلب تحريت طلع لا فوق سوينا عبد الله بن حمد بن مسلم صح؟ نعم صحيح زين خالك منو قلت لي؟ خالف بن احمد اللي هاك اليوم سرت ويا بيت قومة في ليوة يوم سرنا ليوة عندهم بيت حياة هامل يومني كان حودي يدرول بي خالة والله مليون مرحبا يا مرحبتين حلو مبسوطين في الدار الحمد لله كل شيء زين والله الأجواء زينة والحمد لله الأجواء طيبة يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بعدكم مريضين؟ إيه كم يباركم؟ الله يحسن زين زين يا مرحبا. أنت
الايطاليان جاردن، الايطاليان جاردن الطرف هذا وين البارحه انا جالس، على فكره توني اعرف اسمها ان الحديقه الايطاليه، ما كنت اعرف يعني. اتصل برجال قال لي والله انت لاقاويك في الحديقه الايطاليه، قلت ابوي ما ادري، قال لي انت البارحه ترى متريج فيها. المهم هي هاي يسمون الحديقه الايطاليه، هذه بحيرتها بيني وبينها الحين بس الشيرات عيل شيء خيش الطرف هذا، هاللي عند عيال يبي يكشتهم ويونسهم، هاي ما شاء الله عائله سعوديه جايبين عيال والمتوات تحدون يرسل انا ابراهيم توفيق العام يا المتوات مكثرهم، اكثر مكان تجمع متوات في هالمكان، يبون اكل الهن وهذا بس. ها شوفوا ايش قاعد يلعبون، اللي عند عيال يباهم يستانسون ينبسطون الطرف هذا. لا تقولوا ما قلنا لكم، ها ويني الله شيء جميل يفرح العيال يعني. هذه الحديقة الإيطالية وهذا الرويال لانكستر تحيدونه نزيل مرة مقابل شيء بوابة تي العرب كلها منها يجيك الكوفي اللي أنا يلس فيه. وهذا هاي هي الحديقة الإيطالية تظهر بوي الباب هذا، ها سيد عند اللفة الغاضنة اللي على اليسار على يمينك بتلقى طبوي الشيرة تيمعين يمين المفرخة والبنيات الصغار تحت، مكان جميل اللي بيب عيالي صارون المتوه منتو قافينك مليون متوه اللي بيشوف تقدر تدخل حسابي على اليوتيوب وتقدر تشوف العام يوم كنا نحن موجودين في نفس المكان أنا إبراهيم توفيج ومجموعة ما شاء الله لقطنا هناك في الوادم، لكن هو زين حق الصغارية يعني حب حق الكبار اللي كبرنا ولا الشواب اللي شراتي. هذا مكتوب اسمها إيطاليان جاردن وأنا تخطرف عليها ساير ياي من سنة دقيانوس، والله ولا عرفت اسمها إلا اليوم من مليون سنة أتخطرف وسير وتسمك في الكوفي مالها اللي هناك ولا أعرف عنها أي معلومة. ترى الطرف هذا مكتوب وعالم عيونها والله مزار تقريبا، هذا يقول لك بعد قبر ولي إيطالي الأولية مالهم، هذا شد يحني من سنين ينشر يعني عندهم شيء سلك ينشره في بلادهم وتوفى وسووا للضريح هذا ودفنوا ابوي في هالمكان، وحين هذا باب الضريح ماله ميون عاد الايطاليين كل من يوم وايهو سلموا عليه سلام عليكم يا ما في القبور مش حالكم وكيف انتم، رحبوا وحطوا له اللي الله كاتب لنا اللي ينظفون هاي الحديقه وهذا، ترى ياخذون رسم من عنده يحطون بالوادم يعقون بيزات فوق هلي حلا هذا هاي الله يسلمك لي فوق البرمه هاي العوده فيها يعني شرات السلب سرب هذه الحصالة يوم تنتزر بطلوا الحصالة هاي وشلوا البيزات منها وطرقوا شيء طبيعي كل تأليف هاي لا تقولون ما قلنا كل لا شيء ما سمونه ولا شيء، لكن الحديقة صدق عادل الحديقة الإيطالية إيه والله بس هذا صحيح والباقي كله ما بصح. ترى هالبارحة اللي أنا أكلته يسمونه أساي والناس كلها تعرفه ويقول لعانين أو إن هذا حين الموضة هل بالرجيم يتريق من هذا اي من اخر الدنيا بو يتريق من هذا ناريل مدرور وما ادري شو من هناك ما ادري شو، المهم من كل قدره نغنيه هذا يتريق لنا. سالت اللي قال لي بعد بنيات توهن جيت هني خاري من عندنا من الامارات قال لي بوي لا تطلب منه خذ هذا اخير هذا بخمسة جنيه وهذا بثمانية، قلت في خاطري أنا هذا اعرفه لكن أنا بأخذ من هذا ما يازلي هذا، قالوا أن هذا خدوم عادة لو يستوى حين وينكل في نفس الوقت زين، لكن بخدوم الصبح وحين الضحى العالي الحين عاد نحن بالطعم من هذا ومن هذا واللي بيوز بنقول بيا حبيب النبي. وهذا أنا في هالموقع الفنان وهذا الكوفي أخبركم عنه ما سر بجيع. أسماء الفائزين بجائزة أمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد للعام 1440 هجري، حيث تحققت اللجنة التنفيذية للجائزة أكثر من 20,000 عمل تم فرزها وترشيح الفائزين من خلال لجنة متخصصة. الفائزون في فرع اللقطة المصورة على الهاتف المحمول، المركز الأول منصور بن علي الرقيبة عن تغطيته الخاصة بالمرضى الذين تم تفويجهم من سيارات الإسعاف من مستشفيات مكة
إلى مشعر عرفات، فليتفضل. أتمنى الله خير والأمور طيبة. والرجال هذا بقول اسمه سلطان الشامسي ولا بطايع خليني أصور. ليش ما تباني أصور؟ يا مرحبا. ليش حب ما تباني أصور؟ شارجي كله بتاعك. زين شو المشكلة؟ الله يسر أمور. في ذات الرحمن. ما قالوا عمان كلها دروب؟ ها هذا درب وهذا درب ومنك درب. كلها عمان دروب. والهاي تبارك نفس الشيء. وين ما تي؟ ولأن درب قدامك وين ماتي في كل مكان تصير لك درب تخطف. معناته اللي وصف عمان وقال عن عمان كلها دروب ما كذب. عمان بلد جميل وفنان ويرتقي ودوم يوم من ورا يوم يوميا ارتقاءه تبارك الرحمن. بالأخص زيارتي الأخرانية الأخيرة لعمان يعني شفت الهوايل، شفت شيء أنا عمان ما يت تقريبا من 10 سنين أو 13 سنة، فلقط فرق السمع عن الأرض من اللي شفت قبل وحاليا من قبل 13 سنة، والحين شفت فرق السمع عن الأرض. سبحان الله سبحان الله، اسميهم ما قصروا، جزاهم الله كل الخير عن الشيء هذا اللي سووه بلادهم. نعم حكومهم ما بمقصرة ما بمقصرة، جزاهم الله خير جزاهم الله خير. يعني دول كثيرة تفتقر أنها توصل مواصيل عمان. نعم بلد شاسع، بلاد لها أول ما لها آخر تبارك الرحمن، مترامية الأطراف، وأنها يستوي هذا الشيء كله، هذا شيء روحه يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، الله يعطيهم إن شاء الله ويعطينا ويعطي كل مسلم يا أرحم الراحمين. الخالدي البيربل يسلم عليك، شان ريت مغوات المكان. نعم اكيد انه يحكم البيربل، يحكم ابوي في كل مكان، في كل مكان وين ما تحطه البيربل يغدي شيخ. هو من الاساس شيخ البيربل، لون البنفسج شيخ في كل مكان وين ما تحطه يحكم ابدا، في كل مكان يتسلطن يغدي السلطان السلاطين، هو المامر الناهي. نعم نحطيته فوق طاولة، نحطيته على صورة، نحطيته ابوي على ثريا، نحطيته على فراش، نحطيته ابوي في نص حديقة كاملة جميع الورود فيها، وما تحط البربل يكون ناقص، ومن تحط البربل حكم حكم قدى ابدا على عرش. شفت الخاتم؟ الخاتم حينه سويت الخاتم، صغت الخاتم يا غير بدون حجر ما عليه فص، الفص هو البربل. هذا يقول ركب الفص على الخاتم، لازم البربل، بدون ما يسوي خاتم بدون بربل. شوف ما شاء الله ها من عمان النظافة اللي عندهم، شوف هذا مكان شاسع طويل عريض، عامل واحد وهناك شيء عامل آخر. في دولة الإمارات بالأخص عاصمة الخير، وين ما تصير تلقط عمال النظافة يتراكضون يدابون في كل مكان وكل موقع، تلقطهم عمال النظافة يدابون، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مسوي لهم نقاط تجمع في كل مكان. الصبح تنزلهم السيارة وتنشي الظهر تشلهم، وتنشي تنزل العصر وتنشي تشلهم وتوديهم سكنهم. فلذلك تلقط ما شاء الله بلادنا من أنظف البلدان، من أنظف البلدين في الدنيا العودة، ما تلقط فيها شيء طايح. لو بيربع وراك تل ما ربط تفرح حتى بحصان، أصلا ما شيء كلاب حينا، حتى كلاب يوم وقت ولهنا عليهم الكلاب هلا الأولين أبحث لو الكلاب في الفرجان هاوا 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 من تصبح نبيح ما لحد الحين تدور الكلب بتفق ما تلقطه. ما دي وين سارن الكلاب الأول يتجامع بالسبع والثمانية ضربة، ما أنت عشت حمامة حمام عشت حمام ولأنها من هو ثلثينها، بعشت دياي ولأن ما أكل ثلثينها، ما تلقط شيء إلا أبوي صاطيات عليه. الكلاب يسمون الأول الكلاب الضالة، الكلاب الضالة هنا. شلكم أنتوا؟ أنا الأول عندي عزوة في منطقة بني ياس قبل ما تسوي الشعبية، وعندي جميع الدباش، دبش ما شاء الله حلال
تبارك الرحمن. المهم يوم احيد حياه مايه تقول لي خالد يوبت وصل شيء من الدبش هايل يجيب لي وحده هني بنت منح من طرف البيت. قلت لها ان شاء الله. ويوم عدى هاك اليوم هنتين ثلاث مجاربات ولانهم ما شاء الله محادير يصبحني مسن ويسوقن سايقات بصربه. انزين نشيت الله يحفظكم. يبتن في نص الحوي كان بيتنا في البطيل الاول لين اليوم البيت موجود. جماعه اشتروه يعني الله يبارك لهم فيه. هي بيت ورثه من عقب ما توفت الوالد استوى بيت ورثه. انزين بديكم السالفه. حطيت ابوي تحت اللوميه تريحني ولدن بتمنح حياه مايه منهن يتمنحون لبنهن يعني للبيت وهي بتهلعه الله يغفر لها. حليبه هوش المراد يبنى الهوش وعقب ما ولدان وتتنشن شن عيالهم تمينا نحل منهن حق البيت يعني شيء بسيط يعني. الأول عندنا واحدة من أريتريا يسمونها حليمة الله يرحمها كانها ميتة والله يحفظها كانها باجية. انزين وفي الليل نحل بيبان تازم طلقة وشلكم انت وهالكلام ما بمن زمان وايد يمكن أظن من 20-25 سنة يعني ما بمن زمان عند الأمسات وشلكم. أصبح أنا أبوي الهوش ميلغات ميتات ثلاث روس وحدة سعيدية وهنتين شاميات من الكبار وكل وحدة ضرعها ما شاء الله يسوي ثلاث غراش مصحة حليب هاكل حليب الفنان وما بكبار ثانو يعني ثاني بطن أو ثالث بطن يعني لهن ما تشد ما فيهن كبر ولا شيات. ويوم يجي طالعهن ولأنهن أبوي ضروعهن منهوشة منهوشات لضروع وميلقات ميتات. ترى في الليل ابوي مشينا خبرنا البلدية نحن ما ندري ما نعرف شو السالفة. قالوا البلدية ابوي خلوهم مكانهن يو حطوا لهن سم كان ريتو حطوا لهن سم وين ضروعهن او ما ادري وين حطوا لهن. قالوا خلوهم مكانهن وخلوا كل شيء على ما هو عليه ولا تحركون ساكن. قلنا ان شاء الله في نص الحوي. يوم عد ابوي نهار ثاني يومين الصبح ولانها ابوي نحن ما نعرف شو اللي بيستوي ولانها الكلابه خمسه لو سبعه متيلغات عدال عدال الهوش ثارهن يا ابوي وكلن من نفس المكان اللي ما كلات منه البارحه وتيلغن وماتن في نفس اللحظه. هي والله ويت البلديه نهار ثاني شلت الهوش وشلت الكلاب ومن هات سنين ابوي ما شفت الكلاب ضاله. من وقت الله يحفظكم عندي موعد الساعه 2 وقلت لي نوصل وصلي وعيني من الله خير وريح شويونة والموعد مرة في 45 مشاهد فندقنا ريال دورتشستر مشاهد لنا. فإن شاء الله عندي موعد هناك الساعة 2 بيوني عاد اللي ربعنا اللي من سلفرج كلهم هالإدارة مال التمين والجماعة اللي هناك وشي اجتماع خفيف خفيف وبنسولف بخبركم عاد شو بيسفر عن الاجتماع ان شاء الله. اكيد خير ان شاء الله ان شاء الله خير. انا ما يلا شيء في خير خير لاي مكان اسير له ما اسير الا في الشيء اللي ينفع الدار اللي انا ساير اسبها يعني وينفع الناس المستثمرين اللي عندهم اشغال خارج بلادهم وداخل بلادهم. انا ما اسوي الا الشيء الزين الشيء اللي الناس تستفيد منه وراعي المشروع بعد يستفيد منه. اكثر المناطق انتشار الرقعة الخضراء فيها في الخليج كاملة يعني صناعة الإنسان صناعة الإنسان من بعد الله سبحانه وتعالى وتسخير من الله نسخر الإنسان أنه يجلب الصحراء والبر إلى أماكن خضراء اللي هي دولة الإمارات. ما شاء الله الإمارات تلقط فيها أكبر الحدائق اللي من إعجاز الله سبحانه وتعالى اللي ألهم قيادتنا والحكومة الرشيدة أنها تسوي أحسن الحدائق تلقط أشجار تضاهي أشجار اللي موجودة في الهايد بارك. هالهايد بارك عمر أميات السنين ونحن حدائق هاي شيء منهن يمكن عمارهن على 40 و45 سنة. الأشجار اللي فيها تضاهي هو أعلى وبعد أعلى عن البناية أم 5 أدوار أم 7 أدوار للشيرة الوحدة موجودة في حدائق بغبي بالذات يعني شيء جميل. ناهيك عن المحميات اللي موجودة المحميات الطبيعية من شجر الغاف والسدر والسمر والنخيل وناهيك عن
الفلاية والأماكن اللي متعوب على صيانتها وميدورة ومعدلة وملبنة ومسوي لها الجبس ومسوين كل شيء الطبيعي خلوه طبيعي، والمكان اللي سووه حديث هذا حديث يزيد في حداثة نسبة للشوارع، الحدائق، المساكن، البنية التحتية، تصريف المياه، الله يعزمك وسامعين المجاري، خدمات تتفوق على الدول الأوروبية، دولة الإمارات في كل كبيرة وصغيرة، نيت للدراسة، نيت للجامعات، نيت للكليات، نيت للطب، للمستشفيات، في كل شيء. بلداننا اللهم لك الحمد، بلادنا دولة الإمارات بلد كل شيء تلقطه موجود عندك، ما تلقط شيء وهو مش في متناول اليد أو بعيد عنك، أو أنك أنت بتصير تدور من شرق من غرب. أي جامعة في الكون تلقط لها فرع، أي مستشفى في الكون تلقط يمكن يزيد في حجمه وفي دكاترته وفي خبرات اللي موجودة فيه وهو مقرة في تلقط العناية ونسبة تمكين المواطنين فيه ونسبة الدكاترة وجودتهم ونوع الخدمات أفضل من البلد الأم من وين يأ وتنتى المستشفى هذا اللي أصله من الولاية الفلانية أو الجامعة الفلانية أو في أي مكان كان. حتى الجامعات اللي موجودة في دولة الإمارات كموقع وكجمالية منظر وجمالية مبنى، النظافة، طريقة راحة الطالب، يودرون بلادهم وجامعاتهم ويجون يلتحقون عيالهم في الجامعات اللي عندنا. ايش لجله؟ لجل الراحة والاستقرار، لا مشاكل، لا همك الله، لا عندك، لا إليك، لا صدع عين أبو هذا من سرتنا وهو بعد متفيزر عين أبو هات الساعة بصباح الله خير يا أبوك ظهرك ما بيعن هي والله دوخ يدوخ يدوخ صلب ورا صلب 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 ورا صلب صلب ورا صلب ما يوني من الدواخة عين أبو بينقع راسك حدرهم يدوخ هالكذا يدوخ من الصبح من الصبح دواخة ما ونى إني أستعيب أستعيب من اللي مبخورين لين الحين هي هذا اللي ودرته فندقية شوفوا وين سكيت أنا فندقية هنا وأنا سرت بجدة لندن هيلتون ما عليه شيء 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 مكان تظهر منه أقولكم نسيت والله شو كنت أقول الاسم جايين لندن وينشون متى الساعة 5 خمسة ونص المغرب وهيلة يا بي سو ماي ريالي لين الصبح الساعة 8 و9 ويوم يعديهم في النهار انطبنوا طبنة أهل الكهف وينشون أبوي طول النهار رقود وطول الليل أرغد سو ماي ريالي أقولكم طول الليل طول الليل ما يخلون بقعة وين خناخيش وين ما أدري شو يترترون ويعرعرون في هذه البقع والبقع أبوي الفنان اللي ناس تصير تتنفه وتتكشت فيها ما يجونها يصيرون وين الخناخيشات وصلت أبوي فندقية لو بشيركم تبدأ نفاف هذا الحين بظهر بيلس 10 دقائق ربع ساعة بصير هذا الفندق هذا الفورتي فايف اللي أقولكم بي عندي أنا بخبركم عن كل شيء خلاص انتوا صبروا علي صبروا علي خلوني ادخل واتلبس عين الله خير وبصلي وانا ظاهر من اوصل ابوي المكان هذا ويلس بسولف لكم هل انه تم شيء ما تم شيء كل شيء بخبركم عنه كل شيء ما يود عنكم ما اظهر عنكم بخيره كل شيء تاكدوني بخبركم عنه ان شاء الله هذا فندق هذا شو انا ما اعرف هذا له اسم مكتوب عليه ما سالت عنه لكن هذا المبنى الوحيد اللي ما اعرف شو بين الفورتي فايف والدورتشستر ما أعرف في خاطري أعرف الشو لكن ما اهتميت وايد في الموضوع يعني الموضوع ما اهتميت فيه وايد ترى تام سيارة من سيائير الشيوخيات ما موجودة قدام هالفندق كل هنا أبوي شيوخيات يا سلام ها كل شيء أبوي ولا شيء كل شيء ولا شيء هاي يوم أقول كل حجرة ولها أجرة كل حجرة ولها أجرة كل حجرة ولها أجرة قلنا لكم سلام عليكم سلام عليك شو اسمها وش بسم الله عليك ما زين هالاسم بسم الله عليك هذا اسم مايا
انت على اسم مايه عاشت العاش. والله مرحبا مرحبا بسمية الوالدة. لا خلينا من هالاسم الغاوي، لا خلينا من شعل، الله يطرحيك البركة ان شاء الله. تشابهين كل وحدة اسمها عوشة، ما شيء عوشة في دولة الامارات الا هي كريم ويودية وطيبة وستر. لا عليك بسم الله عليك يا حافظ على عوشة تبارك الرحمن. ما بترمسين؟ ما العاش عوشة عوشة ما شاء الله على الزين. يا الله يا رب انك تحفظها وتبلغ يبلغ فيها عروس يا رب العالمين. يا ربي تبابين ظهرات انزين ما عليك ما تبينين. اقول لك انت انت البارحة مصورين الحين صح؟ البارحة مصورين صح؟ زين زين انت بخير كل شيء زين؟ ما بارك الله فيك. هي ما برو ما صور الويوف ما في ياكلوني انا ابو ويوف ما صور اصور بس الصاقل يا مصاقل والشناط جواتي. الله يحفظك رب الله. تبوي كمبنية هاي بعد شيء قبانة جوتيك من زينات وشنطتك بعد من الفنانات انت يا ابوك بكبرك فنانة. الله يسلمك الله يبارك فيك رد السلام ماي. صورني بصورك يفتح الفنان الرجال الفنان ما بصورك ورانا هالمنظر الجميل في هالفندق المميز. يا مرحبا الله يحفظك مرحبا هذه الله يحفظكم. شخيصة شو؟ شخيصة الاجتماعات رقم واحد. والله يا ابوكم يا نقاش اي رقم واحد اعتقد ان سمعت تعالي والله نتزيغ عقل ما يزيغ عقله. والله اللي زين موعدي الساعة وهنتين وحين هنتين ودقيقتين وانا بتأخر انجليز عجمع يبدروني. اول شيء سوي حبيني حب. الله 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 تسمج عليا. والله مرحبا عليا عليا علاية الله يحفظك. هاي صغيرون مني هالغاوية هاي عوشة عوشة ما شاء الله على العوش. الله يحفظها عوشة شو هالخيال هالكثر. يلا فدعت الله مع السلامة حبيبي. تعالي تعالي عليا عليا أي صف أنت؟ صف جريد 1. أشكر فنك يلا باي. فندق 45 بارك لين وفندق دورتشستر من أجمل وأرقى وأحسن فنادق بريطانيا على الإطلاق. أنا اليوم عندي اجتماع معهم وهم في حاجة ناسيون يا غير أنا زيارتي وتغطيتي لهالمكانين المميزات لجل أني أشرح للناس شو اللي موجود في هالفندقين مش موجود في أي فندق آخر. فندقين فيهن كل شيء ما له وصيف في أي فندق من الفنادق الثانية. And this is John Ascanon مدير عام الفندقين باثنين أثن. Nice to meet you Mr. John. Nice to meet you. Thank you for coming in. Thank you. Thank you. And هذا ستيفن صديقي هو اللي عرفني على الجماعة وإن شاء الله there is too many things we will talk about these two best hotel in the world. Thank you very much. Thank you. I'm very happy to and nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank very you much. Very much. Thank you. أنا الله يحفظكم حاليا في 45 بارك لين في الأفترنون في عندهم شيء مكان مميز وهذه طاولة كبيرة. I am with who now? Hello, I am Alina, hostess at Qatar 45 Park Lane, and we're very happy to invite Mr. Al-Khalid, if yes. I'm pronounced it correctly, for afternoon tea this Thursday. He's going to have a very nice afternoon tea, like American twist, super nice with a lot of goodies. You have, starting from the savories, different dishes remembering America, and also you'll find from the sweets, cheesecake, cake pops, milkshakes, and a lot of goodies. And which time in Thursday? 2:30, sir. You're more than happy to come at 2:30. Thank you very much. You're more than welcome. إن شاء الله بيكون مكان هذا مميز وأنا عزمتين الإدارة في الفندق هذا علشان الطعم تشيز كيك مالهم والأفترنون تي في هالمكان الجميل. أقولكم لادمي يوم يفوته فاتت مناسبة معينة ولا شياته يقولك ملحوقة. ملحوقة كيف؟ ملحوقة أنه يعني ما حصل اليوم بحصل بكرة ورا بكرة اللي بعده. فالله يحفظكم هالجماعة مسوين يلسة بدال ما تكون كانت يوم العيد فاللي كان يوم العيد تأخر وما حصل النية ويعايد على الجماعة وربعه فشو اللي استوى
قالوا لابوي مرة مالك عذر مالك عذر يوم بوي بيعديك الحين سوى الموعد اليوم وتواعدوا وياهم وعزموهم مرة ثانية فبيازم اليوم العيد عن عيدين اليوم عبارة العيد عيدين شو السبب عيد الأولي واللي ماية في هاك اليوم اليوم سووا لهم أبوي دعوة خاصة عزيمة عائلية جميلة فعيبتني الفكرة أن اللي فاته هاك اليوم المرة هاي ما بيفوته ما نقموهم قالوا لهم نحن زعلانين إنكم ما جيتونا لا ما قالوا نحن زعلانين قالوا ما جيتوا هاك اليوم اليوم بنسوي جلسة خاصة لكم وحين عثبت بعد شوية وين مشاهد في الدور شستر مرة مشاهد الهايد بارك مكان جميل مميز تراس الغاوي واليلسة الزينة بيتجمعون عادة جلستهم عائلية مميزة وجميلة ما شراتها الله يهنيهم إن شاء الله وهي الجلسة في وين؟ مرة من اللوبي تحيدون اللوبي هذا؟ هو هذا اللوبي لكن نحن كل مرة نصير وني عليه مكان جميل والله غاوي فكرة حلوة حلوة وايد فكرة عيبتني فوق ما تتخيلون أني يعني الآدمي يوم بيعزم حد ولا شيء ولو تعذر منك وحتى لو انه ما ياك او تاخر عليك في الجاي ولا انك تقدر تعزمه مره ثانيه وثالثه ورابعه مش لازم انه مايه تنقمه تفتر عليه مايه علم انشغل مايه انشغل عنده ظرف عنده شيء شياته يرميه مره ثانيه يرميه مره فتيام اللي مايه وهاك اليوم العيد عزموهم كلهم مره واحده الحين وكلها عائلية أقولكم قبل شوي هاي الحرمة أنا يا سرمس قبل دقيقة أنا نسيت أخبركم أنا عندي موعد ويا هالجماعة ما شفتهم شوف العين بس أونلي بالتليفون أونلي بالتليفون بس بالتليفون الحين عب أخبركم في الموضوع أوكي الله يا أبو هل تشوفونها ينها تحرون فرنسيات لا ما بظهر ويو ما بظهر ويوكن ورات تحرون أجنبيات وهذه ها والله إيطالية وكلهن يبوك من هالدار قرب الله تعدوهن إنتاجنا تغير الإنتاج يا ربي 170 درجة أحب يقصر بك كم بخبركم عن الموضوع وشو هو الموضوع منو هالي جايني أنا عندي سيدة أعمال جاي من سويسرا وعرفت أني أنا ساكن في هالمكان كلمت المكتب مهندس منهل وقالها ترى خالد موجود هناك لمدة الكثر ويت ابوي وحين نحن مجتمعين انا وياها شلجله الحين هي بترمسكم اوكي السلام عليكم هاو ار يو ام فيري ويل ثانك يو هاو ابوت يو نايس تو ميت يو نايس ميتينج يو اوكي ليت مي نو وير فروم وير يو ار اند واي يو ار كومينج اند اول ذي ثينجز ثانك يو ويل I come from Switzerland and Germany, and I work for Veem itself. And we are one of the only boutique health clinics in the world that has moved towards a very special subtype of stem cell treatments, particularly for CD34+. We have specialized for a particular subtype of stem cells, which is the CD34+, and we are particularly specialized in anti-aging, rejuvenation, men's health, women's health, pain, and detox. Why you are coming to see Khalid Al-Khaldi? Well, first of all, it's very simple, although we have a lot of clients, not only from the Middle East, but you're also a very well-known and very respected person. So, and we kind of also were following you, and because a lot of people also respect you. And to be honest with you, a lot of people also mentioned to us, they love to listen to you and also watch you. That's one of the things, and that's how we basically, yeah, I came up with you and I contacted you and I was in London and I'm very, very lucky and had the opportunity to meet with you and I wanted to say thank you for that. المهم حيث وحكت أنا في الإنكا الأفترنونتي حبيت ما يندرب كم يظهر الله يكون في العون الله يكون في العون الله يكون في العون الله أعلم والله ما بخيل لكن ما في المخاسير لا أسوي والله سوالف والله مرحبا بها أسوي سوالف إن شاء الله خلاص بنرمس بنخبركم ليش جاي وليش الاجتماع هذا وإن شاء الله هن الأمور طيبة كل شيء قلت لكم كل خير سيرة لندن وي ما تجيب لنا كل خير في الدنيا الأولى
And nice to meet you. It was Yarab, so nice I forget your name. Nilu. My name is Nilu. Nilu. Yes. MashaAllah. Look like Naila. Oh, thank okay. you. Okay. Nilu, where do you come from? Originally, I'm a Persian, but I grew up in Germany, Switzerland, and in the U.S. Hey, so. MashaAllah. Thank you. Thank you. Thank you. عاد الحرمة الله يسلمكم حينا هاي سيدة أعمال يا من آخر الدنيا ونقاش وسوالف أنا تخبرها تعرفين تطبخين؟ She said, yes, but only Iranian I can't cook. Is it right? تقول أنا أطبخ طبخ إيراني. But the Iranian food, it's the best food that in the world. That is true. فقير التحرى عده بقول ما يعيبني ولا ما بزين ولا شياته. ما تدري يا أبوك غرام هالعرب أبوي لك الإيراني. Thank you very much. And nice to meet you. Hello, sir. My name is Andreas Heigl, and I'm the managing director of WeMedCell. WeMedCell is a unique boutique stem cell clinic located in Germany on the border to Switzerland. At WeMedCell, we focus on unique stem cell treatments for men's health, women's health, pain, and anti-aging. And we would like to invite you to come over to visit us in Germany and Switzerland to experience one of our unique health solutions. Nice to meet you. Nice meeting you. And خیلی متشکر. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم. Thank you. یلا. خداحافظ. خداحافظ. Bye. شرفت الدكتور بلقائي مع الدكتورة غنيمة. الدكتورة كيف حالك؟ أهلا وسهلا صراحة الأستاذ خالد. خالد في كل فكر، خالد في كل عقل عربي خليجي يحبونه. أنا صراحة تشرفت معه أول مرة وقلت له أنا دكتورة بالترويح النفسي، فأصر إن أنا قابلكم وأقول لكم ريحوا بالكم، هدوا أعصابكم، الدنيا حلوة ودائما تفائلوا خير في نصائح خالد. وخالد إن شاء الله كلماته خالدة في القلب وفي العقل وفي الذهن، وأنتوا عيشوا واستانسوا وحبه ووصله واستانسوا، ترى الدنيا على قولتهم صغيرة كبيرة بالمحبة. إيه لا، وكبيرة بالمحبة، كبيرة بالتسامح، كبيرة بالوفا وبالعطاء، وعسى الله يوفقه ويسعده ويكثر محبينا، وإن شاء الله سنة خضرة علينا وعليكم مقبلة بكل تحقيق الآمال والأحلام. ورفعوا إيديكم وقولوا آمين. يشافي شيخنا يشافي صباح الأحمد ويرفعه ويرفع عزة ويخلي لنا راية فخر ويحفظه ويحفظه آمين ويحفظ لنا راية فرح وراية معزة وراية سعادة. طبعا دعوة مسائية تتقبلها 7 سماوات انطباقة، يحفظنا ويحفظ خليجنا ويحفظ أحبتنا ويحفظ شيخنا صباح، يعلى صباح بصباح بعفو وبعافية بصحة وافية بطولة عمر بحظ كبير بخير كثير برزق وفير بمحبة الشعب اللي يحبه وكل الخليج اللي يحبه كل العرب كل العرب بتحبه. وأنا سعيدة بمقابلة هالإنسان الطيب البسيط الحبيب المبتسم البركة. وهذه هي الحياة ودعواتكم لي والله يا أبوكم اللي شوف بيت لما تشوفونها مرة واحدة تحرون عماركم تعرفونها من 100 سنة يعني ما شاء الله يعني عليك يعني يذكرك الله ويحقق آمالك رب السماء يخليك. لك كل الأمل والأماني أدعوها لي ولك ولا يجف لساني. هالكويت وحتى الكويت في يحبوكم تحبونا في حبهم حتى الكويت في حبهم فيهم جاذبية غير نمونة ولا هاي الله ما قصرت. أنا اسمي غنيمة غنيمة وكل الغنايم غنيمة والله يا بو هتنقون أسد نقون أقوى هالاسم يا القلوة أمين ينقي لك ربي قصر في الجنة. طبعا نهاية هذا اللقاء الطيب لا يتعدى الثواني ولكنه يرسخ في قلبي محبة لكل أهل الخليج. ادعوا ربكم الدعاء مستجابة أنه يحفظنا ويحفظ وطننا ويحفظ الخليج على قلب واحد ويدحر إن شاء الله المفسدين المقرضين الذين يدبرون لنا أمور لا نعلمها ولكن سينصرنا الله. من نصره الله فلا خوف عليه. دعاءكم للشيخ صباح أن الله يشافي ويعافي ويشافيني بعد أنا قولوني ضارب بسم الله عليك تحيي قولوني ضارب عليك هالنمونة ترى مسين أول مرة بحب يرمس أكثر عني ما شاء الله تسعة أيام يوم أول يا بنت الحلال ما شاء الله لا 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 دكتورة أنا على شأنك وايد ما شاء الله عليك الحمد لله ثلتة زمانها يعني حفظها ربي في كل زمان وكل أوان ويجعل ابتسامة الدكتورة غنيمة دائما على وجهها. آمين يا رب السامع قول آمين. آمين أنت ما قلتي آمين قولي آمين أنت اليمة قول آمين أنا عنهم كلهم آمين شكرا شكرا دكتورة شكرا. أحمد كيف حالك؟ الحمد لله بخير. انت من هالشارجة؟ اي نعم. جاي كشات ولا تمشون ولا علاج ولا شو؟ لا نتمشى نغير جو. جو قول لي ما شاء الله. الله يحفظك. دقت لي الله يحفظكم فاطمة جاسم ممثلتنا الحبوبة. قالت لي ابو محمد انا جاسم يا ابوي يمكن درزن حريم.
وكلهن وصقات يبنك. الله الله فيه وتعال ابو البريقات والحريم كلهن يبني يسلمن عليك. قلت لها ان شاء الله. وحين هي ساعات عاده تقول لي وين الطرف هذاك. الحين انا جيت من فندقي الحين بسجل البحيره بالطرف هذاك. شوف الا وادب اللي هناك الطرف هذاك واللي يقولون ابوي واللي يقولون وانه اللي يتحرون ابوي البلاد تصفر قولهم ابوي غلطانين. البلاد ابوي يعني يوم يقول هشوف العالم هناك امم لا اله الا الله امم امم امم. اليوم شفنا ابو محمد. محمد حاطي لك نظاره اليوم. يا سلام ما زينها اصور عمري اشوف حلوه. وين بالنظاره؟ شوف شوف محمد شو رايك بالنظاره بزوتني. يا سلام يا سلام هاي نظارة فاطمة جاسم. متي تي تي انا جاي ثاني العيد. ثاني العيد توني شايفتنك. انا مقصرة ادري انت بس ما تذكرني متى جاية. انا جاي ثاني العيد ومقصرة سامحني. يقول لي انت من ثاني العيد واشوفك اليوم. شفتي مقوات ما شاء الله عليك. وين سارت هاي الاشياء؟ الحمد لله. هاي اقول لك طاحت من الرطول يا طول. هاي الحمد لله. كانت كم 300 كيلو؟ 120 وحينه 84 مقوات. ما اقول عن قول لا اله الا الله. عارف من ذكره عن الحسد. فنان ما شاء الله عليك. عمرك ان شاء الله يا ابو محمد. هذا سويداب بن حرقوص. هذا بن حرقوص. اي سويداب بن حرقوص. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ما شاء الله. هذا فاتن البنات والصبايا. اي ما شاء الله عليك. اشوف يول عينيك واد مكلم الجمهور اللي عسب هال الجمهور هنا. هذا الجمهور على هالشاب الفنان هذا الصدق وتو انت مبرايم تظهر من الفندق والسبب هو هذا. هذا هذا سالب عذ القلوب العذاره هو هذا. اي نعم خاف يسلب قلبي. بسم الله عليك. بسم الله عليك. قلب زهرو بس مو زهرو ودي مو زهرو. ها خبرنا عند الزهرو. يا مرحبا يا مرحبا. بتفضل بتقهوى عندنا هل دبي تريونك. يا مرحبا. شيء تصوير ولا ما شيء تصوير؟ يلا تصوير امهاتك هناك. لا 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 هناك هناك هناك. وين اليوده؟ تني حق لي مع هاي لا كلها. هي نعم ها كلهم هالدبي تريون. يا ربي يا اخي مجهزين لك المدخن مجهزين لك الدله. ما تنسين اخيل بتودي حد هالكثر حلو. لا 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 ما تخيل كلن خواتك وكلن امهاتك وما شخلاف بس ما نصورهم نصور زين الضيافه زين. يا مرحبا. اللي صوروا البنات عيب عيب. انا ما صبر لجواتي ها اللي ممكن تحجي وتيها لمت الدشن وما حد يعرف لا تظهر اشوف بس لا لا جوتي ها يا اساس بشال عليك بس بشال والسامطه ما شاء الله ماركه بعد صدقيه. اي نعم لا صدقيه. اشكر فنان. ما نحط الفنده عليه الا الصدقيه. محمد هم واليوم احنا في الهايبر في لندن ويجينا الخالدي امس بالخير واليوم الخالدي. يا سلام على الكلام. احنا في لندن ام الفنانين وام العرب وام الزين واليوم الخالدي يقول لك بصور الجوتي وبصور الشنطه الموركه. يا سلام على الخالدي. حياك الله. الله يحييك ويسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. ما حد لحد ممكن يتروع يتحرى بصور اصور لتحت. ما شاء الله. يا هي امعي يا هي امعي يا هي امعي. يا ربي لا جوتيك ما بصوره. لا جوتي صفافير. انت بالذات جوتيك ما يتشاهد. يا ربي محلق. انت جوتي كولية. الله العظيم. لا انت حيت. انت زين انت زين انت زين. وين منهن؟ لا لا زينات جواتيكم تنص اللبس. بقي هاي تخلي جوتي مع الخلابة. سونامي 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 خلنا ناخذ معاهم عشان اسوي سونامي. صدي هاي عادل غالية رايني اصورك. ايه اشكر فنك. نعم يوم الله يسلمكم. احنا مع الخالدي. يا سلام على الكلام من المتابعين في السناب وفي مورس يسمونه هذاك الانستغرام. احنا ما نعرف لك اذا يخلقون لنا هذا. طلعت يا سلام. طلعت روح عندهم مش عسره. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويطول لي عمرك. عمرك وعمرك. انت والله تسببين علي. انا ما اريد اشرب شيء غالي. هذا شاي بالزعفران. انت بكبة زعفران. انت زعفران بكبره. وانت بعد عزيز وغالي. الله يسلمك. والقعد مهو اللي بعد من ورا. هاي اغنيه ترحيبيه ابوي. منو نور عيثي اللي الجلسه؟ مشكوره يا ام علي على هالترحيب. مشكوره مشكوره. حيل ذي لي من البعايب هجن نفس
يستربح نفسي ويذهب عناه. هاي اليلسة كلها بوي كلها العرب هاللي تشوفونهم جايين بركات هالحرمة. أم علي بالبيات، أم علي بالبيات الله يحفظها من دار الحي، من دار الحي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا الله يحفظها إن شاء الله أفوايلها ما شاء الله. شو أمام لا إله إلا الله، لا تحاتم ما بصورها هذا شو ما يظهر شيء أصلا ما يظهر ما شاء الله عليهم ها تبارك الرحمن ها جلسة جلسة بقول لكم 60 حرمة 70 حرمة جليل ها نعم. شو رأيك يا سهلة الجلسة من أروع ما يكون ما شاء الله عليه شفاها صبري سناب على الحديث صبري شاور تصوري اني انا تشاورين؟ لا ما ما يبى مشاور صوري بديت وريولت ما بتخبرني انت منو؟ منو قطان؟ خالد بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم منو هاللي وايق علينا توه؟ شفت احد وايق علينا؟ ها سلطان؟ اي صف حبيبي؟ صفر ما شاء الله عليه زين طالع الكاميرا هناك ما شاء الله على الزين يلا الله يحفظك نعم والله مرحبا بنت مطر عليك عليها السلام يلا حبيبي ام علي هذا الفيديو بيصير حق خديجه بتامل تسمع تحين في المانيا شي بتقولي لها بقول لها اسال الله يعطيها الصحه والعافيه ويبارك فيها ويسلمها ان شاء الله ام احمد ان شاء الله ام احمد ها ابوي الكلام كله على سبك انت بتموت العرب عليك يا بتامل بتموت العرب عليك يحلفن براسك يعني الله يحفظك يا بتامل ويطول بعمرك ويسر امورك ويخليك يا ام احمد هذه تخبرني شو اسمك؟ حوام مسعين محمد العويد المهيري والله مليون والنعم مليون والنعم وين ساكنين؟ بضبي وين؟ في الفلاح اي شو اي اي الجديده ولا القديمه؟ الجديده شي زارعين زراعه في بيتكم؟ هي. شو من الزراعه؟ نخل وهمب وايد اشياء كذا شايفني انت بالسناب؟ نعم مسوين هم بشرات الهمب اللي عندي ولا خيار؟ اشوفك دوم يا حبيبي الله يحفظك حبيبي بديتك شو اسمها؟ شو اسمها صغيرونة؟ شيخة 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 بالطارف الدسمال ابوي ما اخذت ابوي ال بلاش بلاش بيجي ها هلش كلم طيبين انت بلاش هالنمونة اي ها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على زايد بسم الله عليك وين الباص مال لندن؟ الله سوي لي شو اسمه فلايكس ما شيء فلايكس عشان عندكم في طائفتكم لا هذه شو هند وهاي تعالي عادي تعالي ياي اذا ما بتقول انت باي صف ما شيء فايده اي صف شفتي بمسح الفيديو اول في اي كي جي يا ربي ايمن شو الحمد لله تم تسارها أبارك للأخ العزيز الفاضل أبو هند مبروك الحاسر تتربى في عزك يجعلها إن شاء الله مواليد السعد بارب والديها يا رب العالمين يحفظها الريب شيخة الحريب بارك الله فيها يبلغك إن شاء الله في ذرية 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 يا رب العالمين أنت وأم هند وعائلتكم الكريم وكل من تحبون وتودون أنكم تكونوا بخير وسهالة ويرزقك إن شاء الله برها ويفرحك إن شاء الله ذرية ذرية يا رب العالمين أنت وكل العائلة الكريمة رد السلام على كل من تحب وتود وتعز سلام وتحياتي للرمس ومن سكن فيها وراس الخيمة بصفة خاصة وأبارك حق كل الإعلاميين بالمولودة اللي يسكت لأن أنت أبوي زعيمهم الله يحفظك وصبري أشوف الله روز فيه بعد أنتي يا ربي جوتي حمامي حتى انا اصور جوتي ها محلط بسم الله كلابج الله يحفظكم بدات الفرج ما شاء الله شو جوتيش هذا؟ ايكي انواي من زينات اخاف اقوم كشره لا اي والله يا ربي يا ربي جوتيش يا ابوك محلط الحلط ليه في الدنيا كل فيه بعد قولي يا اخي شلي الصخام انتي هل يشتغلون في الصخام هالنمون جواتيهن يلا في دعاية الله يلا في مال الله اقول لك سبب اقول لك
الحين انت عزبتني على على غدا لو على عشاء؟ لا غدا ولا عشاء ولا ريوز. زين زين ما عرفتك انت منو الله يحفظك. عبد الله. بس عبد الله. عبد الله روحه حاط توك. شيفك شيفك شيفت امير انت والله. ما عليك زود يا محمد. والله شيفك شيفت امير. هلا يكون امير. ما عليك زود. عقب ما بتخبرني منو هذا؟ ما بيدي حين. ليش حتى النجو تيجي لما تدد شنو؟ ما يخصني روح اتكلم. في مازين الا لبسك انت كله بربل. يا ربي اليوم الصبح كنا نربح على البربل. هاي توني ما تبان اكيد جوتي اقوم بعبوش ولا تغليد وترى حد يكتشف. هي انت من هالكويت؟ اي نعم ما شاء الله العظيم. والله من نعم والنعم 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 والنعم. نورت. الله يحاشا عندنا طبعا. عشاء يشوفك. الله هذا هاي الشيء حوار كانك عاقر الحوار. الله يرحم والديك. جزاك الله خير. رد السلام ابوي على صدقانك. سلم على العوازم كلهم. ابشر ابشر يا وصل. جزاك الله خير. قولي لي انت منو؟ اسمك حمد؟ بنت حمد. الله يحفظك. الهنزينات ها كله. انا ابوي تبعي هذا وتبعي هذا. هذا قسمي زين. وين اشوف؟ لا لا. السلام عليكم. السلام. حياك. صبري خلينا نطالع لي. لا هاي عندك شيله تور مفصلت انها تنوره. شو لا تصور كنيزه زين مره. شو شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ ايه بعد شو هالك هاي؟ انزين صديق العمر. صديق العمر متى متلاقين اول اي فندق؟ في فندق ماي فلاور سنة 1974. 74 فندق ماي فلاور. ابوك الله يرحمه معانا. هي. انا وياك صغار. هي نعم. وحين هالحرمة اللي وياك هاي توك ماخذينها على كبر ولا صغار؟ هاي اختي. احلف والله العظيم هذه اختي. والله دي خلاص ما حدرها. ها والله ايام يا خالد. شو اسمك؟ يوسف الأنصاري. يوسف الأنصاري. يا ربي كم من سنة يعني؟ من سنة كم؟ 40. 40. كنت من سناين علي أنا. الله. صور علي. تعال علي. علي. تعال. والله مرحبا بعلي. تعال. يا ربي هذا الفندق اللي كان ساكننه أبوه قبل 40 سنة. إيه؟ أخس فندق في الدنيا. لا ذيك الأيام. أخس فندق ماشي بلي نجوم. لا ترى بلي نجوم. بلي نجوم والله. كل فار فيه كبر قطو. في إير سكورت كان. يا حليلك يا خالد. الله يسلم. طيب شو شاري؟ لا ما شيء. ما قابس قراطي؟ يا الفضل. شنطة الحالاتي. لا والله اللغاوي شنطة. صدقيه لو ما تشديبه شبربوش ما بصورش ولا ما صدق من زينات يعني زوجة ليش هالقراطيس كل خلايا يعني على أساس سمعة يعني أول الله يحفظكم. ساير مطعم أتعشى. هاي أول وجبة اليوم باكلها وأنا خاطف خطفت شفت هالبناية اللي تشوفونها. هاي عبارة عن لونين لون بيج ولون أسود. هذا الرجال كان عنده حرمتين وتوفى وعلى حياته على حياته واحدة من كازاخستان مدينة والثاني ابو روسية. المدينة خذت القسم هذاك شفتوا هذاك بنت البيت خلت ابوي تحت تطعم القطاع والفسائر والياء المساكين وهذه ابو روسية سوت بار تحت بار وفوق ابوي لعب زنجفة وفوق هناك ديسكو وهيلة بيت زيرة صبح ومساء. هذا ابوي اللي بياخذ ابوي العدله واللي بياخذ المايله. لا تقولون ما حد قالكم. كل ابوي عقله في راسه يعرف خلاصه. لا تقولون ما حد قالكم. احذر من اندر او اعذر من احذر. واحد من الاثنين صح. فلذلك ابوي اللي بياخذ ياخذ الزين لا يتنقل لشرق وغرب. قالك ابوي حالات الثوب رقعت منه فيه يوم بتخلف مالك تخلف مالك على ابوي وحتى فيها ذات معدن طيب ذات المعدن الطيب ابوي بتبرك بتبر عيالك بتبر هلك بتبر ليلك ما عليه حتى لو هاي البلاد روسيا وهي خايفه من الله وهذا ما شيء مشكله ماخذ لك وحده هالنمونه يعلك تستاهل وتستاهل وتم تستاهل انك ماخذ لك وحده هالنمونه اكل لعبه ابوي بحلالك وانت تم ابوي جهنم بتاكلك وبئس المصير. اي نعم ما حد قالك تموت قبلها لو انا منك والله بتشتلها قبل ما منك اتكلم عن الصدع والديان يعني بتخلف مارك هالكثر كل حاجه هي اوكي حتى ما تلعب تنو فرد ويلس انت عاد رب العالمين بيحافيك. المهم ما اقول لكم نمشي وقفنا عند المطعم وتخبر حرقوس اقول له هالمطعم زين قال لي هي مطعم صيني وما ادري كيف وما ادري كيف وما ادري كيف
وطلع يا ابوكم لابسين والله مسوي عمر حاطه عمر في معرفه ما شيء كثرها. وهو مطعم ابوي ايطالي هذا بالورود اللي هني زين اللي مشى. شو اسمه المطعم هذا؟ فندق ماي فير هوتيل. وقبل شوي اللي اسم غير وهذا اللي اسمه فندق اسمه ماي فير. وهالرجال جاي يسلم ها ويا هالرجال بعد وياه ها والرجال هاي مرحبا بك. انت ولد بتشالات؟ اي نعم. اللي هاك اليوم شفته منو؟ منو بتشالات شفت هاك اليوم رجال هناك ولد عمي هي الطويل هذا. نعم اي والله مرحبا بك. وقف سيدي بالله عليك. حضريت. شفت بالله عليك شفتوني والله غادي غادي ذراعين طوله والله. انت المنور وهذا ما شاء الله مترين الله يبارك في حياتك حبيبي. وحين شوف الحين عندك فيصل. فيصل مرحبا فيصل. ولد ابراهيم عبد الملك هذا والله والنعم. ابراهيم عبد الملك هذا مال كمبني العود. اي نعم ما شاء الله وعيال كمبنيه كلهم يقاوي قرب الله تم زين. شو اسمه حرقوس. حرقوس سويدان بن حرقوس. سويدان بن حرقوس الله يسلم الحين يوم يسولف ويا العرب حسسني كاني ادريب كاني اعرفهم من 100 سنه. تعرف الرجال هذا رجال والله ما اعرفه بس رجال ونعم. انت ابويا؟ وين احنا سايرين نتعشى قرب وين عشانة. وين؟ نوبو. نوبو؟ وين؟ نحن سايرين نتعشى في مطعم السمك اللي يقولون عداله. اوه زين؟ زين نحب نسير هناك نتعشى. انا بالعافيه عليكم. بالعافيه عليكم. والله ولا قالوا قربوا تعشون ولا شيء قرب عنا ما قالوا والله يا ابو سمعتوا بعزيمة العرب هاي لاك ها هنمونا عافانا الله يا هاي والله هاي وين سير العشاك عنا اشهدوا يا من حضر ها هي ما يرضون عليك شو حينه تعشون عندنا ولا تعشى عندكم عشاك عنا يلا تم 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 تحيدوا العدم يلا يلا تفضل عندنا تعال هالصوب. وين المطعم؟ مطعم الصوب. زين شلو عليهم ترى عزمونا يلا شو رايك حصلنا عزيمه مال بلاش يا ربي ليك ما قلنا فيصل توهقنا يا عذري ليكون ابو يوم اليوم الفاتوره تشردون لا ترى انا ما جبت بطاقتي وياي نحن بعد تصدق لا بطاقه ولا شيء جايين ايش الله يحفظ لا اسولف وياك منو رب الله ايه ترى ابوي هربيعكم في لندن ويقول لا تصورني ما يبوني رباعتي ما يباهم ما باهم يعرفوني في لندن هم ما اعرف شو اسمع هذا ارباه الله بعد لا طيب وفنان وخير يبين عليه يلا مع السلامة هذاك بي هذا ترى بس اللي ما عرف هذا بيعرف هذاك المطعم هذا والرياها فتح الباب وظهرت هاي ها ولهت I love him ها because you are famous لا 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 what you say خلي ولد هذا لفهم I said are you from Abu Dhabi هي والله قالت لي أعرف from Abu Dhabi هي إنزين how do you know me from people snap هي from no no عمر بن خديجة عمر بن خديجة I love him how do you know عمر بن خديجة he's my best friend how from 100 years I don't know 100 years well like half you are dinosaur yes ما شاء الله تغربلتي أقولكم المطعم هذا جاي لنا أول ما فتحوه قبل أظني 8 سنين هذا في الماي فير الماي فير وأخركم شو القصة اللي استوت sweet and sour sea bass this is what is it the sweet and sour sea bass هي and this one the coconut prawns the fresh prawns yeah هي وهذا درابيل mushroom spring rolls مشروم spring roll هذا وهذا وهذا شوربة هم شوربة سموه الربيان اللي بالسمسم وهاي شوربة قبقو شو بسمك هاي؟ سيباس هذا عاد كاتفش على اساس انه الحين هو ما شاء الله عليه بالعريف والله ما تعرف وين الله حاطنك هذا السيباس هذا السيباس سويت اند ساور وهذا الكاتفش اقول عند الله علينا حول لا قوه والله يا ابوكم نكمل سنين الله في لندن والله ولا يعرف الله وين حاطنا كل من سألت عن المبنى قال هل المبنى الفلاني ولا مني وطري من طرف من علبة هي بالمعلومة والمعلومات كلها غلط أي معلومة عند سويدان بن حرقوس غلط 100% الحاضر يعلم الغايب لا حد ياخذ منه أي معلومة أخذوا منه بس ردود السلام ما شايفه غير ردود السلام لا حد ياخذ منه لا إله والله يا أبوك ما يعرف شرقه من غربه توبه لا روح بعد جاوبني عن السمك من غير ما نسأل ايش اللي خلاني اسجل لكم يوم شفت غلط قلت له هذا شو سي باس حين لا روح لا سألت ولا شيات روح اي بيت فلسفة حين يا ربي توبه منك الله اكبر